برضه نقدر نقول ان الزمالك عنده الفرصه بتمديد عقد طبعا امام عاشور، ومش هيسيب الموضوع قوته. مش هيسيب الموضوع وخاصه طبعاً. بعد علم نادي الزمالك باهتمام نادي الاهلي، لكن في الاول وفي الاخر هو المساله بقت فلوس طبعا. مفيش انتماء تقريبا. انا كنت مره قلت انت الكلام ده هنا، الانتماء ده كلمه اتعمل عليها علامه اكس، واكيد كابتن محمود فايز معايا في الكلام ده طبعاً. الموضوع ده انتهى. الانتماء ده كان زمان لما كنت تلعب عشان انت بتحب ناديك من غير ما تفكر ولا في عقد، ما كانش في عقود ولا حاجه خالص، انت كل اللي كنت تفكر فيه انك تلعب كوره تكسب ناديك تفرح جمهورك. الموضوع اختلف ومش عيب. الموضوع دلوقتي بقى عروض، بقت ماديات زي ما انت بتقول دايما يا موي، هتدفع كام؟ انا هبدا ابص على الماديات. في بعض قليلين جدا برضو اللعيبه اللي يقول لك لا انا انتماء الناديه غير الموضوع، غير موضوع الفلوس. لكن هي في الاول والاخير 80% دلوقتي بتفق معاك ان بقت عمليه عرض وطلب. لكن انا متاكد منه ان الزمالك صعب جدا يفرط في امام عاشور. صعب جدا. لا متاكد منه اكيد. لا وهو يعني هو في بيته طبعا. يعني أكيد. هو امام دلوقتي في البيت اكيد. وامام عارف يا مهيب، انا طبعا ما اعرفش المعلومه ايه، لكن ممكن صح ممكن ده طبيعي يا كابتن. زي ما كان الزمالك مهتم بضم محمد شريف صح، زي ما كان الزمالك مهتم بضم حسين الشحات الاهلي مهتم، كان الاهلي مهتم بضم احمد سيد زيزو بالظبط. يعني الاهلي عينه اللعيبه اللي في الزمالك زيزو امام عاشور دول ما انا بقول لك انت في مصر كلها اديك قلت اثنين من القليلين او الموجودين بالظبط دول اثنين منهم. انا متفق معاك طبعا زيزو وامام عاشور وكان اوباما ده طبعا، وكان اوباما من ضمن الاهتمامات. نفس القصه امام عاشور. شايف كمثلا شخصيه امام عاشور، لعب امام عاشور، هل الافيد ليه ان هو يكمل في نادي الزمالك أم إن هو يشوف طريقه في الاحتراف؟ أنا أتمنى هو يخرج بره مصر أصلاً خالص، إن هو لا يكمل يعني يخلص عقده أو يجي له عرض كويس من أوروبا. أتمنى إن هو طبعاً إن هو لعيب فعلاً طبعاً. عنده الكادر كويس جداً ويقدر إن هو يخرج بره ويقدر إن هو يقدم أداء أكتر من ممتاز بره مصر بصراحة، فأتمنى إن هو دي. لكن طبعاً لو استمر في مصر هو تقريباً النهارده ماشي كويس قوي في الزمالك، يعني يعتبر من الأعمدة الرئيسية لنادي الزمالك. انما لو عرض من النادي الاهلي طبعا ممكن هو يفكر فيه كلاعب محترف، لكن انا اعتقد بنسبه 100% الزمالك عمره ما هيسيبه. كابتن متفق معاك على الزمالك طبعًا. عمره بخاصه يعني الخبر اللي انت طلعته امبارح لعبت يعني اداره الزمالك هتمسك في امام، هتقول له تعالى يعني هو امام حتى هيحبك جدا حتى لو طالب لو طالب 8 لا هو بص يا كابتن بالفعل انا احكي لك كواليس. يعني هو بالفعل امام قعد مع اداره نادي الزمالك ولم يتوصلوا الى اتفاقات ماديه، فده اللي خلى الموضوع فيه نوع من القلق ونوع من يعني التفكير. ليه امام عاشور رفض هذا العرض اللي اعتقد انه عرض مش وحش، عرض كويس، وعايز يتساوى تقريبا اللي انا سمعته يعني برضه الاخبار اللي سمعتها ان هو كان عايز يتساوى مع الفئه الاولى مع زيزو او حتى ياخد اقل منه شويه. ما حدش يعرف يتساوى طبعا، ان هو زيزو طبعا ياخد مبلغ يعني كبير مشكلة جدا. يعني المشكله ان حدش عشان نبقى واضحين يا جماعه، احنا واضحين معاكم جدا وفير جدا، صعب جدا حد في نادي الزمالك يتساوى مع طبعا العرض الكبير اللي خده زيزو، وخاصة ان زيزو كان في بند في عقده ان هو يرحل بشرط جزائي طبعا، لكن هو رفض وفضل ان هو يستمر. تمام، ده اللي احنا هنشوفه في الفتره اللي جايه. لكن طبعا لكن مفاوضات طبعا من حق النادي الاهلي طبعًا. هو يتفاوض مع اي لعيب، اي لعيب يكون اضافه للنادي الاهلي طبعا، هو طبعا اضافه للنادي الاهلي، وطبعا هيتشرف ان هو لو راح النادي الاهلي طبعا هيتشرف، لكن يستمر في الزمالك او يستمر او يروح الاهلي الافضل ليه، دي حاجه ترجع له هو. لكن هو النهارده لا النهارده يستمر في نادي الزمالك انه عنده عقد مع نادي الزمالك ان نعيد قصه كهربا تاني. ما هو عنده سنتين، هل الافضل ليه يكمل يمدد عقده ويكمل، ولا ممكن وجهه نظرك الشخصيه؟ ما هو للاسف احنا عندنا في مصر كده مشكله، عندنا في مصر ان هو لو لعيب مثلا انا انت هتجدد معايا اخر ست شهور مش هتجدد، هجمدك ومش هلاعبك، فاللعيب يضطر ان هو يجدد، يضطر يهرب، يضطر يلعب بدون نفس، يضطر يتمرن بدون نفس. انت بتقول سيناريو كهربا كده؟ ده سيناريو كهربا بالظبط، هو اللي حصل قبل كده يعني. فانا اتمنى ان هو حتى لو الزمالك يعني بنعمل زي بالظبط اشرف بن شرقي كان هيمشي من نادي الزمالك وكان خد قرار انه يمشي من نادي الزمالك، استمر لحد اخر لحظه. احمد فتحي مع النادي الاهلي استمر لحد اخر لحظه والنادي الاهلي كان عارف ان هو رايح بيراميدز، فاستمر. نتمنى ان شاء الله ان هو نمشي بشغل احترافي على كل المستويات، ان كان نادي الزمالك حتى لو ما قدروش يوصلوا لاتفاق خلاص يكمل السنتين بتوعه، لانه عمره ما هيبيع له النادي الاهلي، مستحيل يبيع له النادي الاهلي. فان هو امام هيمشي ازاي خلال سنتين؟ هيهرب؟ لا طبعا. الزمالك هيعاقبه هيجمده؟ لا طبعا، هو قوه حاجه اضافه قويه جدا للنادي الزمالك. فيا ترى ايه الحل لنادي الزمالك؟ اعتقد هيقعدوا على ترابيزه المفاوضات
ويحاولوا يوصلوا للحل. بص مهيبو لسه في سنتين خد بالك في العقد بتاعه يعني مده كبيره قوي يعني حتى لو في مفاوضات وكلام لسه بدري قوي سنتين ده كتير خلي أول. بالك اللعيبه بتغير اللعيبه مع بعض بتغير من افكار بعض أكيد. يعني محمد صبحي حارس المرمى كان رايح الاهلي فجاه فول ستوب سفريه الساحل مع فتوح ومع عبد الله جمعه ومع كام لعيب غيرت والله والله هو انت مش عارف هو انت مش عارف انت مش عارف احنا بنقعد الاعداد بتاعتنا عامله ازاي جاب تفاصيل على المستوى اللعيبه كلها يعني بتحصل طبعا يعني طيب السؤال المهم للكابتن علاء ميهوب وارجو ان يعني يتفهم صح هل رد فعل مجلس إدارة النادي الأهلي والبطء في اتخاذ القرار في غرامة كهربا وإن كهربا يعود للعب مرة أخرى هل دي هتبقى مقلقة لبعض اللعيبة إن هي ممكن تيجي نادي الأهلي وخاصة لو انتقلت من نادي الزمالك؟ بس الموضوع كهربا مختلف شوية مهيب موضوع كهربا كان فيه إن هو لفة وسافر بره ورجع وكده لكن ما أعتقدش إن الموضوع ده هيتعمل تاني ومش قلق على فكره انت احنا بنتكلم مثلا على حاله دلوقتي امام عاشور سنتين ده كتير قوي لما يفكر او النادي الاهلي يفكر فيه او هو يفكر ان هو يمشي من نادي الزمالك وانا متفق مع كابتن فايز طبعا ان نادي الزمالك استحاله يفرط في امام خالص وبعدين معلش انا عندي قناعات خاصه مع الاحترام لكل اللعيبه وافكارهم انا لما بكون موجود في نادي بقيمه النادي الاهلي والزمالك معلش انا ما بفكرش في حاجه ثانيه انا معلش جاهز انا دقه قديمه شويه بس انا بفكر في كده يعني انت بتقول لامام عاشور انت موجود في نادي الزمالك ما ينفعش تفكر في حاجه ثانيه غير نادي الزمالك طبعا يا بص ده تصريح مهم بص جدا. يا مهيب نتكلم بعيد عن من رجل اهلاوي بيتكلم عن البعيد عن الانتماءات كويس هو امام من غير نادي الزمالك كان ايه رد عليا ولا حاجه يبقى مين اللي اداك الاسم والشهره واللي انت فيه ده كله هو الزمالك خلاص النادي الاهلي يعني انا والله انا يعني انا بقول لو لعيبه النادي الاهلي او اي لعيب في النادي الاهلي يعني الشيطان ممكن ما يعديش على دماغه يقول انت ممكن تمشي من النادي الاهلي تخيل الشيطان ما يعدي ما ينفعش ما تفكرش بعد النادي الاهلي والزمالك ما انا ما بفكرش امشي لو عقد ناقص له يوم وما حصلش اتفاق كفايه ان انا موجود في نادي كبير بقيمه النادي الاهلي ونادي الزمالك لكن انا بتكلم على تفكير انا او على الكلام اللي ممكن يبقى قديم شويه انا كنت لسه بتكلم على حته الانتماء وكده لكن انت بتفكر انك عايز تحسن عقدك في حاجه اسمها شايف القعده اللي احنا قاعدينها دي في قعده مفاوضات بهدوء النادي اللي اداك اسمك وان يتحط الكلام ده في الحسبان بالظبط يبقى ليه تمن طبعا بس انت كده جبت الكلمه انا عايز اقولها ليه تمن